بتعملي ايه؟ كنت ببعت لأنور. أنور ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ انت مش واخده بالك ان في عزا في البيت؟ ياسمين وايه العلاقه؟ ما انت بتكلمي ايه؟ بقول لك ايه؟ زي ما بتدخلش في حياتك انت كمان ما تدخليش في حياتي. انت سمعتي ان صالح وزكريا ما جوش العزا؟ ياسمين خلاص بقى ياسمين ما تزعليش. سمعت ان الايام اللي جايه هتبقى وحشه قوي. بابا يعين علينا حراسه في الرايحه والجايه. والله كده نتحبس احسن لنا. ياسمين انا خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. في ايه يا رايق؟ مصيبه اللي هتحصل. بعدين راعي ان انا مش المفروض اجي لك هنا النهارده بالذات. شريف لسه دمه ما بردش. ايه يا سليم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين مال الحزن ومال المزاج؟ البني ادم لازم يعمل مزاجه كويس عشان يعرف يحزن بضمير. قصر ولخص. جايبني ليه على ملا وشي يا فتحي؟ صالح ابن اخوك. ماله صالح؟ بخير وزي الفل، ما تقلقش خالص. تشرب كاس عشان نعرف ناخد وندي في الكلام. وماله يا عبد الله؟ ما تتعبش قلبي معاك، نقعد الليله ونمشي بكره. مش هقدر استنى، لازم امشي دلوقتي. بطل عناد، الجرح كبير والدكتور قال انه ممكن يرجع ينزف تاني ويجيب سلامته ونجل دم تاني. لا يا سيد الله الغني. زكريا يبقى ابن عمك يا عبد الله، مش عدوك، بطل تعاديه. يا حنين، والنبي نفسي حد يسجل لك الكلمتين دول عشان لما زكريا بيبقى الكبير بعد موت عمك الشريف يفرح ويعرف انه له ابن عم حنين، وساعتها هتعرف انا بكره ليه لما يدوس على رقبتنا كلنا بجزمته ومحدش فينا يقدر يفتح خشمه. ربنا يدي عمك زين طولة العمر يا عبد الله. طولة العمر؟ عمك زين لونه انه بيجاوح، كان زمانه مات من زمان. ما يغركش الهبه الكدابه اللي برسمها على العيله دي. دي هبه كدابه. عمك زين المرض مص دمه واللي بجيله حلاوه روح. روح شوف لنا الدكتور، خلينا نمشي من هنا. ما طايقش اقعد ودمه في دمي. انت لسه هتبص لي؟ ما تروح. يا ابو علي، كان قلبي حزن مش هيجي لك نوم. في ايه مالك؟ عادي يعني يا عم، بفكر بس. طب احكي لي. اول مره اشوف الموت وقرب منه قوي كده. اول مره ممكن، بس اكيد كنت مستنيه يعني. بس مش بالشكل ده يا عزيز. عيال كتير قوي ماتوا، خدوا سلاح وخرجوا يضربوا نار على ناس هما مش عارفين هما مين ولا بيموتوهم ليه. ارحمه. بس احنا كنا بنتدرب على اليوم ده حسن وكنا مستنيين. ايه عندك حق. وانت لازم تكلم زين العطار برضه، لازم تفهم منه ايه اللي حصل ده وايه اللي هيحصل بعد كده. زين العطار؟ ليه؟ انت فاكرني زكريا ولا صالح؟ انا حتى معيش رقم تليفونه. انا من هنا عزيز وهفضل هنا. ماشي يا عم، مفيش حاجه تانيه مضايقاك؟ حاجة تانية زي ايه يعني؟ مش حاجة تانية. ست الحزن، الشاطر حسن. لا خالص، عيادنا انا مش شفتهاش اصلا غير مرة واحدة ومن ظهرها. بس انت عارف اوقات كتير قوي بقعد اتخيل عينيها وهي بتبص لي، ملامحها، ضحكتها. اوقات بقعد اتخيل واحنا ماسكين. يا عم اسكت بقى، دي كلها احلام. يلا يلا خلي اليوم ده يعدي على خير. ماشي يا عم. يلا قلت لي عليها. وايه تاني؟ يلا انت بقى. انا كنت عايز اعرف ايه بالظبط. على مين على مين على مين على مين على مين يا ابن الوطين؟ على مين كنت جاي تغني؟ روح اسال قبل انا مين. ما تروحش تبيع الميه
لعيلة العطارين. وبعدين انا خلصت كل الاغاني والوقت اتاخر، هنعمل معاك ايه يا اسمكيه؟ كلها نص ساعه والشمس هتطلع. بصراحه انا زهقت منك، قعدتك ما تلزش، احساسي بيقول ان ابوك طفش، نفد بجلده وساب جلد ولده. يا ابوي الدنيا بقت صعبة قوي، الأب يضحي بجلد ابنه؟ يا راجل ده لو خروف ما هيفرطوش في جلده، بيعملوه سجادة. معلش هنقوله إيه عاد؟ أبوك نفسه يا مروان بيه ما عاوزكش تعيش. كل أجل كتاب بقى يا مروان بيه. سلام حيو، هتعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ نطلع مسدس اعمل ايه؟ ده حقيقي على فكره. ايه هرش ميه؟ ابوس رجلك استهدى، هما قالوا انهم هيكلموك صح؟ طب ما على يدك اهو يا مروان بيه، محدش كلمني. اوعاك تكون شاكك ان انا عامل الموبايل سايلنت. لا يا مروان بيه، محدش كلمني، قالوا لي حطه في المخزن واستنى، وفضلت مستني فوق ما انا مستني مستنيين. استناني عاد. بصراحة يا مروان بيه الدكتور قال لي أفارس أوعاك تكتل على معدة فاضية، وأنا بصراحة بدأت أجوع والجوع كافر. يرضيك أجوع كافر؟ أنطق الشهادة بقول لك. أبص رجلك أنطق. شمال الله محمد رسول الله. تعملوا معايا كده؟ مفيش طلبات؟ معلش مروان بيه الزهق وحش، وانت الصراحة قعدتك ما تلزش، يعني زهقت بسرعة. انت ما بتضحكش ليه؟ صدقت انه هيموت صح؟ جواك مصدق، هو نفسه صدق. على مين على مين على مين على مين؟ صالح اخوك ما جاش العزا، وامك قلقانه عليه، وانا لازم اعرف هو راح فين. صالح اخويا ما جاش العزا؟